هذا وشاركت المملكة العربية السعودية في أعمال قمة مجموعة العشرين للتأكيد على مكانها في المحفل الاقتصادي الدولي والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين. نرحب فيك أستاذ فضل في نشرة الأخبار. أستاذ، لو تابعنا في قمة العشرين إعلان سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لو تحدثنا عن أهمية هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن من أهم المشروعات التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا هو هذا المشروع الذي يمر من خلال الهند الشرق الأوسط أوروبا، خاصة ونحن نتحدث عن التنمية المستدامة التي تعتبر من أهم ملفات القمة الحالية في نيودلهي. عندما نتحدث عن التنمية المستدامة فنتحدث عن خلق الوظائف، مشروعات صغيرة متوسطة كبرى، إضافة لتدفق الاستثمارات وربط الربط اللوجستي أيضا بين دول العالم. وهذا المشروع من وجهة نظر خاصة من أهم المشروعات لما يوفرهم الربط حقيقي، يحقق أيضا النطاق التي أشار لها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات اللوجستية ودعم وتعزيز سلاسل الإمداد بين دول العالم، خاصة الربط الحقيقي الذي نتمناه جميعا بأن يكون الشرق الأوسط محورا بين الهند وأوروبا، ويربط أيضا الموانئ والقطارات، وهذا عامل مهم فيما يتعلق بالسكك الحديدية التي يمكن أن تربط هذه المناطق بشكل خاص. ونعتقد أن هذا المشروع من أهم المشروعات إذا ما تم تنفيذه، وسيكون انعكاسه كبيرا ليس على المملكة العضو في مجموعة العشرين، بل على دول الخليج بشكل كلي ككتلة واحدة، ثم على الدول الأخرى، وهذا سيعزز من اقتصادياتها ويؤمن أيضا إمدادات الطاقة التي تعتبر المحور الأساسي لكل ما نراه من نمو اقتصاديا عالميا. نعم، من الرياض الكاتب والخبير الاقتصادي أستاذ فضل البوعينين، شكرا جزيلا لك.